كتير منيح. إلي أكلت غداك؟ إيه بس بعتيلي باذنجان محشي. إيه صح، أنا طبختها اليوم بزيت أقل وحطيت فيها فلفل أسود أكتر من العادة. إلي ما عجبتك؟ إيه. طيب الملح كان زايد شي؟ الأفضل ما تسأليني، إذا بدك تعرفي روحي اسألي أخي درويش، لأنه هو يلي أكل كل شي لدرجة إنه ما ترك ولا لقمة. وحتى بعد ما تسألي شو رأيه، أكيد رح يجي لهون مشان يتشكرك. بس رح قلك شكراً كتير إلك. ليش تأخرتوا؟ نور صوتك معروف. يلا تعالوا. صحيح أختي، ماما ما رح تجي هلأ؟ أنت بس لا تخافي هلأ، ماما ما رح تفيق بهالوقت. اها قليلي، يعني في بالعادة أمك تفيق بعد ما تنام؟ لا أختي. اسمع أخي معروف، أنا بحس إنه الكبار يلي بالبيت هن اللي رح يبهدلونا بس يعرفوا شو عملنا. نحن ما عم نعمل أي شي غلط، معناها ليش لحتى نتبهدل هلأ؟ بس هلأ ما لازم نضيع وقت، خلينا نخلص شغلنا بسرعة. يلا 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 تعالي معي. يلا بسرعة، أنا رح أنهي. يلا ساعديني. يا ربي شو هذا، تأخر الوقت كتير، ما عاد لحق أعمل شاي ولسه درويش. مرحبا سلفتي، انزلي لتحت بسرعة. هلا انزلي لتحت. يلا مين عمل هيك؟ شو شو شو؟ لحظة، ليه ليه ليه؟ ليش كل هدول هون؟